بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناتنا منوعات الكل. إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة وهي شيش طاووق بأوراق الفراخ. أول حاجة مع بعض معانا حوالي 1 كيلو أوراق الفراخ. هنجهز بقى التتبيلة بتاعتهم عشان نحطهم في التتبيلة. البهارات اللي عندي بقى هضيفها معايا في وعاء هنا كبير علشان اقلبه فيه، كمون وفلفل اسمر كزبره بابريكا. دي اوراق يا جماعه انا شاريها مخليه جاهزه كده من عند بتاع الفراخ. عايزه اوراق هعملها شيش طاووق. في ناس بتجيبها وبتخلاها في البيت، دي برضو كل واحد وراحته. هي الاسهل ان انا اجيبها مخليه وبتيجي كيلو كيلو كيلو، يعني بدل ما انا اجيب وايه واقعد اخلي ومش بتصفى معايا طبعا اللي بتتخلى في البيت دي. الملح بتاعي ظبط حدق الاكل بتاعي. معايا توم بودر، معلقه كبيره توم بودر ومعلقه بصل بودر برضو. ومعايا كيس صلصة أضيفه وعلبة زبادي. كل واحد بقى ورغبته حسب رغبته في أكلة الشيش طاووق. مع عندنا عيش وطحينة ماشي، عندنا مكرونة سباكيتي ماشي، رز بسمتي ماشي، تبع الأولاد هما اللي بيحكمونا في الطبخ وكل واحد بياكل بالطريقة اللي تعجبه. ممكن نغير ونعمله بطحينة وعيش وناكل بعيش وخلاص. الناس زهقت من مكرونة كل يوم ورز. انا مش هعمل معاها حاجة في الفيديو ده، ده حاجة حسب راحتكم بقى. ده معايا الزبادي وهضيف برضو معلقتين زيت ومعلقتين خل. اهم حاجه معايا البهارات بتاعتي تبقى كامله، ومعايا برضو معلقه بهارات فراخ. الخل بتاعي اضيف معلقتين. دي التتبيله بتاعتي، اقلبها بقى في بعضها وليمونه او ليمونتين والفلفل الاحمر البابريكا قلنا برضو. نعصر الليمونتين على التوابل بتاعته وعلى التتبيلة بتاعته. بعد ما انا طبعا غسل الاوراق دي غسلاهم صفيه، اما كل ما تبقى متصفيه معايا كويس كل ما تشرب في التتبيله دي كويس. برضو لو حطيت فيها ميه برضو هتديني ريحه زفاره في الاكل. لو ما صفيتهاش كويس بعد ما غسلتها هتديني ريحه زفاره في الاكل، وفي نفس الوقت مش هتشرب كويس من التتبيله. انا من فتره غسلاها وسايباها تصفى جنب على ما اجهز التتبيله بتاعتي. اللي بتتبيلها مع بعضها كويس علشان ايه افضيها فوق الاوراق اللي موجوده معايا او الشيش طاووق. ما عادش هي ما عادتش اوراق بقى. نقلبها كويس في بعضها ونغطي عليها بقى. الافضل ان هي تتعمل بالليل، يعني انا جاهز الخلطه دي بالليل وبسيبها للصبح في التلاجة، او ان انا اعملها الصبح اول ما نصحى من النوم ونسيبها لحد ما يجي وقت الغدا. كل واحد والظروف المتاحه قدامه. كده انا سبتها من بالليل لحد الصبح. انا طبعا هشيلها من الخلطه دي
معايا هنا فلفل مقطعه وبصل. انا مش مكتره، لان الاولاد مش بيحبوا الحاجات دي كتيره في الاكل. عيدان الشيش طاووق معايا اهي في الميه، وولعت الشوايه تسخن معايا برضو الاول. كل ما تسخن مش الحاجة مش هتلزق فيها. هدي هنا زيت برضو الاول، ولما هي تسخن هيبان معايا في الصوت بتاعها او الحرارة بتاعتها هتبان، عشان الاكل ما يلزقش فيه. طبعا عشان التصوير بس وانا بصور لوحدي، فما جبتلكوش وانا بحط الشيش طاووق في السياخ دي، فمتعوضه ان شاء الله مره تانية نجيب الفيديو بالتفصيل. كده مش مكتره يعني، يعتبر واحده فلفل واحده بصل، 3 4 حتت شيش طاووق كده. كده بعد ما طلعت معايا من الشوايه برضو ما عرفتش صور مده طويله على الشوايه شكل النهائي. كده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا، أتمنى تعجبكم. لو أول مرة تشوفونا دعمونا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.